حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي قال ابو عبد الله دفن عليك يعني تحريك